سلام الله عليكم معكم مدام قناه مرافاز. اذا كما ذكرنا يوم امس رسميا اقاله المدرب التونسي لسعد الشابي من تدريب الرجاء الرياضي. هذه الاقاله خلقت ردود افعال متباينه بين الجماهير الرجاويه. الفئه الاولى تقول على ان المدرب ما بقى عنده ما يقدم للفريق، بل ضيع هويه وضيع الدي ان اي ديال الرجاء، ماشي هي الرجاء اللي كنعرفوا. وفئه اخرى تقول على ان هذا المدرب كان يستحق فرصه اخرى، خصوصا على ان النتائج ديالو ما كانتش خايبه. في 40 لقاء الرجاء الرياضي لم يتعرض الا لخمسه ديال الهزائم. هذا المدرب حقق جوج ديال الالقاب، كاس الكونفدراليه والبطوله العربيه، وبالنظر ايضا للامكانيات اللي توفرت لهذا المدرب، يعني خرجوا له العديد من العناصر المؤثره، مالونغو رحيمي، ايضا كانوا مشاكل اقتصاديه. الرجاء الرياضي ما دخلش للميركاتو بقوه، هذا الشيء اللي ما خلاناش نشوفوا الرجاء يعني بالمستوى الكبير. كنحاول ننقل لكم كل واحد شنو كيقول، ولكن كنظن على ان النسبه الاكبر كانت باغا المدرب لسعد الشابي يبقى في فريق او تعطى فرصه مع فريق الرجاء الرياضي. وانا اعطيتكم يوم الراي ديالي يوم امس، يعني قلت لكم على ان كنفضل عوض يعني هذا المكتب المسير ما يجيب مدرب جديد. اول شيء خصك تعطي لسعد الشابي الشرط الجزائي ديالو، تجيب مدرب جديد غيكلفك مثلا 40000 دولار في العام، يعني 40000 دولار في الشهر، يعني 500000 دولار في العام. نقبض هذا المبلغ ونزيد عليه شويه ونجيب ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين في مراكز الخصاص، خصوصا على ان الرجاء مقبل على لقاءات مهمه في البطوله، يعني في كاس العرش وخصوصا في دوري ابطال افريقيا اللي كتعتبر الهدف الاول للرجاء الرياضي، وهذا الشيء اللي صرح به الناطق الرسمي. الناطق الرسمي قال على ان الهدف ديالنا هو اننا ناخذ دوري ابطال افريقيا، هاد الكاس اللي غابت على خزينه الرجاء الرياضي منذ سنوات. وهاد البطوله الا بغيتي تنافس فيها خصك لاعبين من العيار الثقيل اللي يمكن لهم يفرضوا الشخصيه ديالهم ويمكن لهم يقلبوا لك اللقاء في اي ثانيه، وخصك مبالغ مهمه باش تجيب هاد اللاعب. وايضا الناطق الرسمي صرح على ان المدرب لسعد الشابي ما غيحقق لهمش داكشي اللي باغين يوصلوا له، وما مقتنعينش به، وكانت هذه المسألة واضحة وضوح الشمس منذ اليوم الأول. يعني النهار اللي نجح فيه أنيس محفوظ صرح بالحرف وصرح بالفم المليان على أنه في مفاوضات مع مدرب عالمي، وكان هذا خطأ. يعني يمكن لك تخرج المدرب وتخرج اللاعبين على التركيز ديالهم، يعني بتصريح صراحة ما كانش مفهوم. وهذا الشيء كيبين على أن المكتب المسير الجديد لم يكن مقتنع تماما بالسعد الشابي، يعني ماشي مع التعادل مع الوداد ولا شي حاجه هي اللي خلاتهم يصيفطوا بحاله، ولكن ما مقتنعينش به. الان الامر الواقع لسعد الشابي اصبح من الماضي، واكيد على انه خرج من الرجاء الرياضي رابح. الاسم ديالو زاد، الصوره ديالو تلمعات، تحسبوا له جوج الالقاب مع الرجاء، اكيد على انه غيدرب فريق كبير. شكون هو المدرب او المرشح الاول لخلافه لسعد الشابي؟ يعني الناطق الرسمي ديال الرجاء قال لك يعني تقريبا في 48 ساعه غادي نعلنوا على المدرب اللي غادي يشد فريق الرجاء الرياضي، ولكن كل الاخبار والتقارير الصحفيه والعديد من الصحفيين الموثوق في الاخبار ديالهم تيقولوا على ان المدرب البلجيكي مارك فيلموتس سيكون هو المدرب القادم لفريق الرجاء الرياضي. يعني والعقد غيكون المده ديالو سنتين ونصف، وسيتقاضى هذا المدرب تقريبا 40000 دولار في الشهر، يعني 480000 دولار في العام. وهذا الامر يدل على شيء، يدل على ان الازمه ما كايناش في الرجاء، يعني سيصبح اغلى مدرب في البطوله المغربيه. ولا يعقل على ان عندك الازمه وغتجي مدرب وتعطيه 40000 وتصيفط لسعد الشابي وتعطيه الشرط الجزائي. يعني الرجاء الفلوس اللي دخلتهم الموسم السابق ما دخلهم حتى شي فارق، باش ما بقاوش دائما نقولوا الازمه الازمه الازمه. شكون هو هذا مارك فيلموتس؟ واش هذا الاسم هذا يليق بفارق كبير مثل الرجاء الرياضي؟ غنحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال من خلال الارقام والمعطيات. وهذا المدرب شنو دار في الكارير ديالو؟ انا شخصيا نعقل على هذا المدرب كلاعب، كيلعب في وسط الميدان يعني في مركز صناعه اللعب، كان كيلعب مع المنتخب البلجيكي في فتره ديال التسعينات، وانا ذاك المنتخب البلجيكي ما كانش داك المنتخب القوي، داك المنتخب المرعب، ماشي بحال دابا. يعني المنتخب البلجيكي الان يحتل المركز الاول في تصنيف الفيفا لكره القدم. هذا المدرب بدا الكارير ديالو في التدريب في 2004،
يعني درب يعني فيما يخص الفرق، درب في بلجيكا ودرب في ألمانيا، يعني أبرز الفرق اللي دربها شارك 04 الألماني. في 2009 بدأ الرحلة ديالو ديال التدريب مع المنتخبات، يعني من 2009 عمره ما درب حتى شي فرقة، تجارب ديالو كلها مع المنتخبات. في 2009 كان المساعد ديال المدرب الهولندي أدفوكات اللي كان كيدرب المنتخب البلجيكي. من 2009 حتى 2012 كان مساعد ديالو. في 2012 عطاوه الثقة باش يكون المدرب الأول للمنتخب البلجيكي، درب بلجيكا من 2012 ل 2016. ومن 2012 يعني كنا كنتذكروا على أن المنتخب البلجيكي يعني كان من أقوى المنتخبات. هاد المدرب شنو دار مع بلجيكا من 2012 و 2016؟ صراحة ما حققش إنجازات كبيرة، ما استطاعش على أنه يفرض راسه كمدرب للفريق، يعني ما كانش عنده واحد الفكر لمدة 4 سنوات. يعني شنو ما الإنجازات؟ تأهل لكأس العالم وتأهل بصعوبة لكأس أوروبا، هادشي اللي خلى الاتحاد البلجيكي على أنه كما كنقولوا يقيلوا من المنصب دياله. من بعد ذلك 2017 درب المنتخب ديال كوت ديفوار ساحل العاج، يعني تنظن كان سنة معهم في الكونترا 3 سنين، بعد 6 أشهر تمت إقالته، ما استطاعش على أنه يتأهل كأس العالم. درب المنتخب الإيراني وأيضا بعد 6 أشهر تمت إقالته. يعني أول شيء كان لاحظوا على أن المدرب ما كيطولش بزاف، باستثناء الفترة اللي قضاها مع المنتخب البلجيكي من 2012 2016، يعني الفترة ديالو كتكون من 6 شهور حتى العام. وايضا كنلاحظوا على ان المدرب ما عندوش تجارب مع فرق يعني قويه، يعني من 2009 عمره ما درب حتى شي فريق، وتدريب الفرق ماشي هو تدريب المنتخبات. يعني وايضا يعني الحاجه اللي بغينا نهضر عليها، ما عندوش تجربه افريقيه، عمره ما درب حتى شي فريق في افريقيا. درب المنتخب ديال ساحل العاج 6 اشهر، ولكن كيف ما قلت تدريب الفرق ماشي هو تدريب المنتخبات. وافريقيا يعني في الشامبيونز ليغ تقريبا كل 2 اسابيع عندك ماتش هنا، عندك ماتش لي، عندك هذه، وهاد الامور تتطلب درايه وتتطلب مدرب عنده خبره وعنده تجربه. يعني المدرب باش نكونوا واضحين السي في ديالو ما فيش الشيء الكثير. الا كانت الاخبار اللي تتقول على ان المدرب سيتقاضى 40,000 دولار، علاش غيتقاضى 40,000 دولار؟ شنو عنده في السي في ديالو باش نعطيه حنا 40,000 دولار؟ واغلبيه ديال الفرق او الاغلبيه ديال المنتخبات اللي دربهم فشل معاه. يعني صراحه سؤال يطرح نفسه بقوه. انا ما تنقولش على ان المدرب غيفشل، يمكن يجي للرجاء وينجح، ولكن لما كنشوفوا السي في ديالو، السي في ديالو خاوي. يعني كاين اشياء ايجابيه، واكثر شيء ايجابي انا لاحظته، لا يعني كما كنقولوا حاولت على اني نقلب على هذا المدرب، عنده علاقات جيدة مع اللاعبين. اي منتخب ولا اي فريق كيدربو كنلاحظوا على انه كيبني علاقات مع اللاعبين، كما كنقولوا باللغه العاميه كيتصاحب معاهم. وهذه المساله يمكن يعني تخلي اللاعبين كما كنقولوا يدخلوا ويتقاتلوا داخل ارضيه الملعب، وايضا دائما اللاعبين يمكن لهم يكونوا في دارو، وايضا كتخليه يسيطر على المجموعه، لان لاحظنا في العديد من المرات بعض اللاعبين كيخلقوا مشاكل، هذا ما لعبش، كيدير احتجاج، هذا كيهضر مع المدرب. يعني واكيد على ان مدرب الرجاء الرياضي خص تكون عنده شخصيه قويه في التعامل مع اللاعبين الا بغى يسيطر على غرفه الملابس. يعني صراحه يعني الراي ديالي، يعني من الصعب من الصعب يعني من الصعب لاننا نشوفوا هذا المدرب ينجح مع فريق الرجاء الرياضي، من الصعب. انا كنت كنفضل شخصيا على ان الفرصه يعني يكملوا مع الاسعد الشابي، يعني على الاقل كنت تجيب مدرب اخر. لحد الان ما كاين حتى شي حاجه رسميه، ولكن كل الاخبار تقول على ان المدرب غيكون هو المدرب المقبل لفريق الرجاء الرياضي. ولكن هذا المبلغ صحيح 40,000 دولار في هذا المدرب صراحه مبلغ كبير جدا، يمكن يكونوا خيارات افضل. عموما كيبقى هذا رايي ديالي، وكيف ما قلت يمكن يجي هذا المدرب للرجاء وينجح. والعديد من المرات شفنا تجارب مماثله، كيكونوا مدربين متوقع على انهم ينجحوا ما تنجحوش، والعكس صحيح. خليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. واش تظنوا على ان هذا المدرب يعني الا جابوه يعني غيكون مدرب ناجح مع فريق الرجاء الرياضي، ام انه اختيار عشوائي؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات وتناقشوا بيناتنا كما هو العاده بشكل ودي. كان هذا كل ما يخص الحلقه ديال اليوم، حلقه تحدثنا فيها على المدرب المرتقب لفريق الرجاء الرياضي مارك فيلموت.
كان معكم رضا من قناة كرة فان، سلام عليكم.